الإيمان كمان أقدر أقول مش يفتح عيون، إذا ممكن الإيمان يسدد الديون. زي الأرملة اللي كان عليها دين والمراب يريد أن يأخذ ولديها، فراحت لإليشع رجل الله فقال أخبريني ماذا لك في البيت؟ دهنة زيت. هل دهنة الزيت دي تكفي؟ هل دهنة الزيت مع امرأة متعقلة عندها عقل تقدر تجمع أوعية ولا تقلل وتمسك دهنة الزيت لكي تملأ كل الأوعية؟ حاجة 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 غريبة. لكن الإيمان عمل إيه جواها؟ خلتها، جعلت الإيمان إنها ترى بعيون الإيمان إن من دهنة الزيت بتفتح مصادر تملأ كل الأوعية. مرات تبقى إمكانياتك قليلة، بس الله يقدر يستخدم إمكانياتك القليلة تعمل بيها عمل عظيم للرب، لأن الإيمان غيرك، إدالك قدرة تانية وعمل تاني.